خيي نحن ما بنستعمل كلمة فساد بأدبياتنا عن قصد. شو يعني فساد؟ شو يعني فساد؟ إنه واحد راح سرق المنفضة وحطها بجيبته وخبيها؟ مش هي الفساد. الفساد ما بنعايزين حدا يشرح لنا، هو تصرف منظم يلي الناس قبلاني فيه، لأنه هذا تحويل الأموال يلي عم تجي من برا من المغتربين والمال السياسي ومن التبييض ومن كل شيء بتكون، هذا عم يتحول منافع لناس، وهودي ولاء مرتبط باستمرار توزيع هذه المنافع بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. وبالتالي مش قصة انه اكتشفناها هلا قاعدين يكذبوا بدون يحاربوا الفساد وما خلونا. بخي هالمنظومة ما بتمشي الا على توزيع المنافع وشراء الولاءات، ما بتمشي الا هيك. مشان هيك كلمة فساد بتوحي انه اذا لقينا بوليس او قاضي رح يروح يقاتل الفساد. بخي منظومة بتعمل قوانين عفو وتسوية دوريا، كيف يعني والناس قبلانة؟ نعم. طيب نحن من سنة وأسبوعين، لأنه موضوع الوضع المالي عندنا معرفة كتير عميقة فيه، وفي فريق طويل عريض غير تجربتي الشخصية من الشباب والصبايا بمواطنين ومواطنات مخصصين جهد لمتابعة ووضع نماذج احتمالية ورياضية، ما بدنا نفوت بالتفاصيل. اعتبرنا أنه أصبح الخطر مرتفع إلى حد يفرض علينا القيام بطرح كتير محدد. ووجهنا، عملنا مؤتمر صحافي ووجهنا رسائل إلى المسؤولين الأساسيين، يعني الست زعماء اللي بتعرفون وجمعية المصارف ومصرف لبنان وممثلي الدول الخمسة الدائمة العضوية، تنجاوب على برا لأنه المصريات برا ونستعمل عملة مش عملتنا، لنقول لهم ما يلي. لبنان اليوم في حالة أزمة ميزان مدفوعات، لا عجز ولا فساد ولا شيء منه، ولا موازنة ولا شيء منه، عجز ميزان مدفوعات. يعني كمية العملات الأجنبية يلي بعدها موجودة تنقدر نأمن استهلاك الناس ذاهبة إلى نفاذ. هي أول شيء كتير مهم، كانوا بعدهم عم يحكوا بموازنات وعجز وطحنك، مش شايفين شو عم بيصير. قلنا لهم مواجهة أزمة ميزان مدفوعات فيها تصير بطريقتين، يا باستهلاك الوقت، مش شراء الوقت، استهلاك الوقت، يعني بتركيبات أونطة إنه منجيب مدري مين بديننا مليار، منكذب، ما منقول شو عطيناه ضمانات بالوجه، منرقنا مقابلة مدري أي ضربية، ومنقول زيت الاحتياطي ومنضحك على العالم، منكون عم نبيع القليل المتبقي من دون ما نغير شيء تا نهدر مش نكسب شهر أو شهرين أو ثلاثة. يا إما الواحد عاش جاي يقول إنه هذه القصة تتعالج بشكل كتير بسيط، إنه العالم يلي بهالبلد من دون ما قلن بسكر عليهم كل موارد دخلهم، قعدوا إنه قروض المدري شو الإسكان، شو قروض الإسكان؟ ما بقى في دولارات، لأن لما الواحد بيشتري شقة يلي بيع الشقة بده يدفع حق الحديدات والإزاز بيطلعوا الدولارات. حكي ينطلق من جهل. كل التسليف توقف، الفوايد طلعت، وبالتالي لما بيتضيق على مداخيل الناس ولما بتنحجز مدخرات الأفراد ومدخرات المؤسسات يلي هي من ضمان اجتماعي ونقابات مهنية وإلى آخره، شو بيصير؟ العالم شوي شوي يمكن ما يوعوا أول نهار ببلشوا يفلسوا، هني يعلقوا ببعضهم، ببلشوا يهاجروا. هذا إذا ما صار مشاكل، لما بيهاجروا مين بيهاجر؟ أكتر واحد معتر ما حيقدر يهاجر، واللي معه مليارات ما عنده مشكلة، يلي بيهاجر هني أنتو. هودي إذا هاجروا بيمشي الحال، بيقل الاستيراد، يعني بيصير تدمير المجتمع هو التمن يلي بيخلي هذه السلطة تشتري الوقت. جينا قلنا لهم أنتو هي جريمة، توزيع الخسائر هو ما يفرضه الواقع وما تفرضه المسؤولية، وأنتو هي ما فيكن تقوموا فيها، لأنه أنتو ما قادرين
ليش تعنكن منيح او مش منيح؟ انتو ما قادرين توزعوا الخسائر. توزيع الخسائر شو يعني؟ يعني بصير بدهم يتطلعوا فينا وبكل واحد منكم انه هذا شو عمره. انا مين بهمني اكتر ما يهاجر؟ اللي عمره 20، اللي عمره 40، اللي عمره 60، شي بشع هيك. مين بهمني انا يقل دخله؟ اي قطاع، اي نشاط اقتصادي، المطاعم ولا الصناعة ولا الزراعة؟ توزيع عادل بس هادف. بده يشوفنا هيك. لما هني بيشوفوكم وبيشوفونا انه موارني ودروز وشيعة وسني ومدري شو، ما بيقدروا يوزعوا الخسائر بشكل عادل وهادف. في عادية استرجاع الحقوق والحرمان والمناطق الغيرة والانماء المتوازن وكل هاللعية، هذا حاجز بمخهم ما فيهم يوزعوا خسائر. جينا قلنا لهم نحن مستعدين لشيء انتو مش بس ما فيكن عليه، مش بس انتو، ما حدا بيقدم عليه، يلي هو تولي توزيع الخسائر بمرحلة انتقالية. يعني نلملكن إرثكن اللعين زبالتكن يلي وردتوها، هي ما حدا بيعملها. شرفوا يلي بهمه يفهم كيف. دعونا نحكي. في اثنين منهم اجوا حكيوا معنا كل المصارف، طبعا لانه هني على حساداتهم وسيئاتهم بيعرفوا الكذب كتير منيح. اجوا يحكوا، واجوا يحكوا معنا سفراء بعض الدول الاجنبيه، لانه هودي بيعرفوا الوقت. الزعمه اللي عندنا اياهم هون عاجزين عن التعامل مع الوقائع، بس مش بس الزعمه، الناس كمان. الناس ما تحركت، الناس ما تحركت، وهيدا سؤالكم الا لسبب واحد، يا ريت اتحركت قبل، كان اوفر، كان في ناس اقل هاجروا، كان في بعض مصاري اكثر، كانت الكلفه اقل. توقفت هي القصه لانه ما بقى عندهم ضمن دولارات، هن تعطلوا مش الناس وعيوا، الناس وعيوا بعد ما هن تعطلوا للاسف. بس هيدا مجتمعنا لا بنشمت فيه ولا شيء. خبرية الشباب اللي بيهاجر حكيت عنه كفاية. بدي لكم شغلة، ورقة ماكنسي هديك الهبيلة التانية حاطة انه احدى مزايا الاقتصاد اللبناني هو تنظيم التعليم كي يستطيع الخريجون الانخراط في اسواق العمل العالمية. رو هيدول عيب ينحكى معهم، مش واحد ينقشهم، وجود عيب، وجود فضيحة، جريمة. لما الواحد بيوصل بالمعرفة إلى الإقرار إنه الواقع اليوم هو الإفلاس، بيصير الخيار عنده هل بيبيع ما تبقى من أصول ليأجل الإفلاس محتوم، ولا بيحتفظ فيهم لما بعد الأزمة. جوابي بكل وضوح، أي بيع لأصول اليوم هو جريمة، لأنه الوقت يلي لح ينشرى لصالح هذه السلطة ببيع الأصول من نفط ومطار وخبار وسلولير وكل هالقصص هيدي، هيدا لح يروح تيكسب هذه السلطة شهر شهرين ثلاثة. هالقيمة هيدي ما بعد الأزمة، لأنه الأزمة مرحلة بدنا نديرها. هيدي هالقيم هيدي لما بعد فيها تحكم مسار مجتمعنا على سنين. اي بيع للاصول اليوم هو جريمه، بنكون كتير واضحين. اي بيع للاصول باي ثمن كان، من نفط لبلوط لشو ما كان. الورقه العظيمه هي الهبيله الاصلاحيه حاطين فيها بيع من ابو جنب. انتبهوا، نحن اليوم في حالة انتقالية تفرض مسؤولية تنظيم إدارتها سلميا وتوزيع الخسائر ومواجهة، هلا سألني حدا من الحضور، ومواجهة الضغوط الخارجية. كيف مواجهة الضغوط الخارجية؟ بشيء كتير واضح ومش كلام، هذا منمق، بإرساء شرعية للسلطة تجعل من السلطة دولة قادرة. طبعا نحن منكمل عادلة وديمقراطية، بس قادرة شو يعني قادرة؟ يعني مش دولة يلي حسب شو بيقولولنا برا منشوف
وبنشحد وبنكذب ومدري شنية ونقب النفس وما عنا رأي بالموضوع، وخلي حزب الله يهتم به بالجنوب بالمقاومة ما خصنا، وأنا عندي جماعتي وما إلى ذلك. دولة عندها شرعية قائمة على غير ما قام عليه هذا المجتمع وهذه السلطة على القليلة من 50 سنة. دولة مدنية، مش دولة مدنية بالتفنيص انه صار المجتمع كله مدني، لا، نعرفه كتير منيح. دولة مدنية تتعامل مع المجتمع كما هو وترعى الواقع يلي موجود فيه، الواقع الطائفي، لانه نحن مسؤولين عنه، نرعاه تما يعلقوا ببعضهم، مش خبرية يعلقوا ببعضهم مش فرقانة معنا ونحن بنعمل نادي. العنوان واحد، تنظيم الانتقال السلمي للسلطة الى دولة اللي حب احكيكم عنها. اي شعار اخر بيكون عن حسن نية بقول بيكون اضاعة فرصة تاريخية. لا تنظيم وفود ولا تفاوض ولا مطالب ولا شيء من كل هيدا، ولا هيئات تنسيق ولا مجتمع مدني ولا كل هالطاق الحنك. نحن قدام فرصة كتير خطيرة وكتير تمينة، تنظيم انتقال سلمي للسلطة الى شرعية تحدث نقلة مش بس لبنان لم يشهدها، كل هالمنطقة ما شهدتها، يلي قائمة على أنظمة يا قمعية يا دينية، وبالتحديد النظام الكولونيالي الوحيد يلي بعده بالعالم يلي هو النظام العنصري الديني الإسرائيلي. نحن هيدا اتجاهه، مش انه خلي حزب الله يدبر راسه بس ما يزعجنا. نحن مواجهتنا لإسرائيل تنكون كتير واضحين، مش كرمال ما يزعل حزب الله، مش كرمال الفلسطينيين يلي عنا 100 رأي بالقصة حتى لو اني قبلوا، لسبب كتير واضح. مجتمعنا ما بيقدر يتأثر بدولة إلا إذا كان دولة مدنية. بإيران كلهم شيعة بيعملوها دولة قومية مغلفة بشوية شيعة، بتركيا نفس الشيء. نحن وضوعيا ما فينا، نحن ما بدنا نقيم دولة مدنية فعلية، ما فينا نكون مهددين من كيان ديني عنصري بأساس شرعية دولتنا والحفاظ على مجتمعنا. وقتها مش حزب الله بيدبر راسه، الدولة اللبنانية مقاطرة. عليكم شغلة كتير بسيطة كنت تعرفوها، سويسرا، سويسرا عرفتوا الشوكولاتة غير محمد شقير يعني، والبقرات والبنوك وكل الأخبار. سويسرا كل مواطن ومواطنة لبناني هو جندي، سويسرا هو جندي. التدريب العسكري يستمر لحد عمر 40 سنة أو 45 سنة، جمعتين بالسنة. الطائرات السويسرانية محفورة المطارات بجبال الألب، الجيش السويسري شيء رهيب. هودي اللي بيجوا مهضومين هيك والصليب الأحمر، معلش نحن عنا شباب أثبتوا، هن بيقولوا حزب الله وشيعة، نحن منشوفهم مواطنين ومواطنات، إيه قادرين نجبر إسرائيل. بقى كيف باقي القرط بالمنطقة يحسبوا لنا حساب؟ هيدا كله بيصير بإطار دولة فعلية. هلأ عم بتقولوا الأعمار، لازم تعرف انه من كل جيل، من كل بيسموه كهورت يعني راهط عمري، بيوصلوا لعمر 20 من اللبنانيين واللبنانيات المقيمين. اذا جينا بعمر 50 نشوف قديش باقي منهم هون، يعني يلي راحوا واجا نخصم يلي راحوا، يلي رجعوا من يلي راحوا، بال خلط بين الذكور والإناث 45% بيكونوا تركوا، فوق 50% للشباب وفوق 40% للإناث. وهذا بتعرفوه بشغلات لا حلوة ولا بشعة، واقعية. شوفوا طلاب الجامعات كيف نسبة الذكور والإناث، شوفوا قديش العلاقات الشخصية على مستوى التشارك والزواج وكذا مختلة. هذا بسبب هذا المجتمع يلي أصيب بصميمه، وهذا المجتمع مهدد بإصابات إضافية. اليوم ما تبقى من مناعة هو أقل مما كان بالتسعينات لمواجهة هذا التنين الجريح يلي روسه المتعددة عم بتفرفر قدامنا. إنما اليوم ما بقى عنده قدرات، هو وقتها كان المجتمع أقوى والسلطة أقوى، اليوم المجتمع أضعف والسلطة أضعف. هيدا بيحدد كيفية المواجهة بالأعمار، بمستوى التعلم، بالشعور بالعلاقة بالسياسة،
انا بنقهر لما بشوف كتير من الشباب والبنات يلي بيعتبروا انه العمل السياسي شيء شتيمه شيء ما بيسوى، بيروحوا بيتكتلوا وبفهم ليش بشلل وبجمعيات والى اخره يلي هن اشبه ما يكون بطوائف صغيره انتماء واخبار من هالنوع. بدنا نتخطى هذا الشيء لانه مجتمعنا اليوم مهدد بوجوده. انطلاقا من هون قضيه قاسم مشترك، هي قاسم مشترك مع مين؟ لما جينا بالانتخابات البلديه من سنتين ثلاث سنين والانتخابات النيابيه من سنتين، احنا ما فرقنا معنا الانتخابات، بنعرف انه البلديات هي صف ثاني من زلم الزعمه، الصف الاول بيعمل نايب، الصف الثاني تبع الزعيم بيرضوه بالبلدي، بنعرفها هي، ما فرقنا معنا هي القصه. جينا نقول خلينا نحول هالمهرجان السخيف اللي هن كلهم قالوا هيدا انمائي وعائلي وطق حنك، ليش؟ تما يعلقوا زلمهم ببعضهم. بس جينا نقول خلينا نخطف هالمهرجان لنظاهر من خلال ترشيح شاب او بنت بكل بلدية انه في مشروع سياسي بديل، مش انه نحن ما خصنا بالسياسي، لا خصنا بالسياسي. جبنا معدل على مستوى لبنان فوق 7%، 7% اكيد مش قد حزب الله والتيار، بس معلش 7% مش كخة، عشوائي قد حركة امل واكثر من حزب الاشتراكي، بس مطيشرين وين ما كان. جينا بالانتخابات النيابية نعيد نفس الشيء، اساسنا مواطنون ومواطنات، رحنا شفنا كل الوجوه يلي الناس بتعيرها صدقية، الناس ما حتقعد تقرا كل الكتب، الله يسعد العالم، تحكي مع رمزيات، ما حدا قبل يترشح لانه المنخور بالمجتمع اكثر شيء هو النخب، اسوأ شيء بهالمجتمع هي النخب، لانه يلي عنده جمعية يلي بيمولوه ما في يطلع من البروجرام، ويلي بأسس بالجامعة بيزعلوا منه لانه هو معنا بس ما فينا هلا بنحكي بعدين، الخ الخ الخ، ويلي فزوا باخر تكة لحقوا حالهم بالبوسطة طبعا كبون على الطريق. الانتخابات ما نجحت مش لانه الناس ما صوتت، الانتخابات ما نجحت لانه المجتمع منخور لا سيما بنخبه. اليوم ما بقى عنا ترف على هذا الامر، القصة كتير خطيرة، مش قضية قيادة ووفد ومين بيطلع والجعدانات، اثبتنا بالتجربة انه الموقف اهم من الموقع، مش بالحكي هذا. واليوم عم نكرر المسؤولية خطيرة، هي قيادة بمعنى الوضوح في المعرفة، الجرأة في الطرح، والتمسك بحرية القرار. نحن بمواطنون ومواطنات، كل عضو بيصرح عن دخله عن ثروته وعن دينه وبيدفع اشتراك بمثابة ضريبة تصاعدية، اي واحد من هيدول كلياتهم بيتجرأ يطرح هالشي بحزبه، هيدي لحرية القرار، فهموها هي. وبالتالي نحن ما عندنا ترخ نضيع وقت بمين بيحكي ومين بيطلع بالدار وهيئة تنسيق قيادة الثورة وهالاخبار، كله ما عم نخالق حدا، نحن مسؤوليتنا برجع بكرر المعرفة، الوضوح في الطرح، وحرية القرار، ويلي بده يجي اهلا وسهلا. المشكلة انه يلي بيتجرأوا على إدارة المرحلة الانتقالية مثل ما عم بقول بما في ذلك الدول الخارجية وحزب الله، مش انه يا لطيف شو كتار وبدنا نعرب، يا لطيف شو قليل، وينني عم نركض ليل نهار تنلاقي ناس عندهم الجرأة يحملوا هذا الطرح، هاي هي القصة الحقيقية. بدعيك بس ما تزعل مني نميز بين الواقع الاجتماعي والمتخيل المسرحي، بحب كتير المسرح، ما في واحد اسمه حراك وواحد تاني اسمه فساد وواحد تالت اسمه اصلاح، هودي شخصيات مسرحية وهمية، ما في شيء اسمه حراك، في ظاهرة اجتماعية طلعت للأسف متأخرة، ظاهرة وعصابة عفوي فات عليها سعدانات، هذا الحراك. الحراك منه حزب سياسي، الانتقال السياسي هو عمل مختلف عن الفورات الشعبية، الفورات الشعبية مهمة بتأدي وظيفة معينة، هيدي ما بتبني مشروع سياسي. وخبرية التحدي انه ما عم تنتدبوا قيادة والى اخره، معلش هيدي لعب نعرفه، ما بيعود حراك اذا منتدب زعيم، ما بيعود، هيدا تحرك، عطى الرسالة كتير منيح، القانين الجماعة وقف لهون، خلصنا الطرح.
طرح تقدمه قوى سياسية. لحكيك كتير بوضوح، بده الواحد ما يكون مستحي، مش يقدم حاله انه هو خبير وبيهتم بالبيئة وبالملف الاقتصادي وبما بعرف شو وباستقلالية القضاء وخبير استراتيجي وخبير ما بعرف شو. لا 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 لا، نحن اليوم بمرحلة انتقالية من نظام سياسي له شرعيته الى نظام سياسي له شرعية مختلفة، ويمكن تصحط على الطريق. اذا ما نبلش يلي عم بيحكي يكون ما اقنع هو على القليلة تبعدين يقنع الباقيين انه مش عم نمثل ادوار معك. نحن اخذنا هذا القرار التقيل الدم، مش الكتار ما بيطقونا، نحن حزب سياسي هدفنا التأثير الحاسم في السلطة، مش مطالبة وكانة وشيانة، السلطة. وقال شو الحزب السياسي؟ شو عم نضحك على بعضنا يعني؟ عم نكذب؟ منيح هذا جوابتك. عنا مشروع طويل عريض اليوم يلي مطروح، مش المشروع، مش بالمطعم انت بتنقي بالمنيو شو بدك تاكل، عرفت كيف؟ انه بدك سلطه بخل ولا بحامض، مش هي القصه. الواقع يفرض عليك الظرف، اهم شيء تقرا الظرف. عم بتقلي هوديك، هوديك مش عم بيقدروا يتعاملوا مع الظرف بكل بساطه. خي لما بيطلع امين عام حزب الله من 3 ايام بيقول قد تصل الحاله الى مكان يلي موظف الدولة ما يقبض معاشه، بس المقاتل بحزب الله بيقبض معاشه. بداية ما هيدا المقاتل بحزب الله والموظف بالدولة هودي يا ولاد عم يا اخوي لنبلش. طيب عظيم، شو عم بيقول؟ عم بيقول انه انا بموقع الاساسي وين كانوا الشباب في هذه السلطة في التاني الخبرين، مش هيك؟ يعني في خاطر ما يقبض معاشه، ما هيك؟ بس انا شبابي ما تعتلوا هم، ضل مأملكم اياه. نسيلة تاني شقفة، ركز على اول شقفة، هيدي تماما مثل يلي طلع فيها رياض سلامه من 5 ايام، انه الحق على الشباب، الحق عليك لانك بالطريق. انسيها بس كمل، نحن على ايام من الانهيار المالي، بدنا الافلاس. عم بيقولوا خيي انتبهوا بالرساله على النص المتن الاساسي، مش تنعلق بكسروان يعني، بس وعلى الحواشي. هيدي رسائل ما كانوا يقولوها، حالي ما كانوا يقولوها. اذا الفعل يلي هو جعلهم يقرون بالقلق حصل. طيب هيدا القلق لما هني عم بيقولوه، طب ما استشعروا من مين؟ ما هني كل واحد قاعد مزروب مع جماعته، هي ما في ولا حزب سياسي، حزب السياسي بيجرب يكسب ناس زيادة. نحن المنظمات اللي عنا ياهن ما بيطمحوا حتى يكسبوا تأييد برات يلي بيسموها بيئتهم، ما هيك؟ بيخطر عباد وليد جنبلاط يترشح حدا بالنبطية، أو على بال نبيه بري يترشح حدا بالشوف، أو على شو بعرفني أنا، أو على جبران بسيل يترشح واحد بالضنية، أو وما بتخطر عبالهم. هودي محصورين. إذا هيدول لما عم بيحكوا هيك استشعروا القلق بالبيت، خي بالبيت مع أولادهم استشعروا القلق. من هون كيف بدنا نتصرف؟ الجواب قلت لك إيه؟ بطرح سياسي واضح ومسؤول يبني على هذا القلق ويقدم حلا واقعيا يسمح بانتقال سلمي تلافيا لمسؤولية مشتركة عن هالمجتمع يلي هو الروحة للحرب. نحن بمواطنون ومواطنات عاملين شغل كتير كبير، طبعا في بعض منا بتجارب سابقة لمعرفة واقع المجتمع. معلش أعطيكم مثلين بسيطين لما نضل هيك بالنظريات. في عالم قعدوا يخبروا انه نص العالم ما صوتت وانه هذا اعتراض ومجتمع مدني وطحنك، مش هيك؟ ونشروا واخبار ومدري شو، ما بيعرفوا المجتمع. نحن بنعرف شوية جهد ما كتير انه نسبة المشاركة في الانتخابات الهبيلة اللي صارت من سنة هي فوق 80% من المقيمين، من المقيمين، لانه هيدول يلي هاجروا سنه 1920 ولاد ولاد ولادهم عايشين شي بالارجنتين شي بنيوزيلندا، هو بدهم يصوتوا. معناته انه بدنا نعرف المجتمع، مش تنقول ياي شو حلو، لانه مجتمعنا معتر. نقابات، عندنا نقابات نحن اليوم؟ مين هي القوى العامله بلبنان؟ مين هي الطبقه العامله بلبنان؟ مهن وقطاعات كامله. لما نسبة العمال الأجانب بتطلع فوق عتبة معينة، اللبنانيين واللبنانيات بينسحبوا منها كليا كليا. نحن القوى العاملة في لبنان اليوم هي بغالبيتها فعليا
عمال اجانب ما قدرنا نقطرهم ولا رح تقدروا تقطرهم لانه بدها وقت، والوقت اليوم منه متاح. معناتها هالهيئات الوسيطة هيدي اللي عم تحكوا عنها، ايه هي اتدمرت. قضية قاسم مشترك، هي قاسم مشترك مع مين؟ لما جينا بالانتخابات البلدية من سنتين ثلاث سنين والانتخابات النيابية من سنتين، نحن ما فرقانة معنا الانتخابات، نعرف انه البلديات هي صف تاني من زلم الزعمة، الصف الاول بيعمل نايب، الصف التاني تبع الزعيم بيرضوه بالبلدية، ما بنعرفها هي، ما فرقانة معنا هي القصة. جينا نقول خلينا نحول هالمهرجان السخيف اللي هن كلهم قالوا هيدا انمائي وعائلي وطق حنك، ليش؟ تما يعلقوا زلمهم ببعضهم. بس جينا نقول خلينا نخطف هالمهرجان لنظاهر من خلال ترشيح شاب او بنت بكل بلدية انه في مشروع سياسي بديل، مش انه نحن ما خصنا بالسياسي، لا خصنا بالسياسي. جبنا معدل على مستوى لبنان فوق 7%، 7% اكيد مش قد حزب الله والتيار، بس معلش 7% مش كخة، عشوائي قد حركة امل واكثر من حزب الاشتراكي، بس مطيشرين وين ما كان. جينا بالانتخابات النيابية نعيد نفس الشيء، اساسنا مواطنون ومواطنات، رحنا شفنا كل الوجوه يلي الناس بتعيرها صدقية، الناس ما حتقعد تقرا كل الكتب، الله يسعد العالم، تحكي مع رمزيات، ما حدا قبل يترشح، لانه المنخور بالمجتمع اكثر شيء هو النخب، اسوأ شيء بهالمجتمع هي النخب، لانه يلي عنده جمعية يلي بمولوه ما في يطلع من البروجرام، ويلي بأسس بالجامعة بيزعلوا منه لانه هو معنا بس ما فينا هلا بنحكي بعدين، الخ الخ الخ، ويلي فزوا باخر تكي لحقوا حالهم بالبوسطة طبعا كبوهم على الطريق. الانتخابات ما نجحت مش لانه الناس ما صوتت، الانتخابات ما نجحت لانه المجتمع منخور لا سيما بنخبه. اليوم ما بقى عنا ترف على هذا الامر، القصة كتير خطيرة، مش قضية قيادة ووفد ومين بيطلع والجعدانات، هي اثبتنا بالتجربة انه الموقف اهم من الموقع، مش بالحكي هذا. واليوم عم نكرر المسؤولية خطيرة، هي قيادة بمعنى الوضوح في المعرفة، الجرأة في الطرح، والتمسك بحرية القرار. نحن بمواطنون ومواطنات، كل عضو بيصرح عن دخله عن ثروته وعن دينه وبيدفع اشتراك بمثابة ضريبة تصاعدية، اي واحد من هيدول كلياتهم بيتجرأ يطرح هالشي بحزبه، هيدي لحرية القرار، فهموها هي. وبالتالي نحن ما عندنا ترخ نضيع وقت بمين بيحكي ومين بيطلع بالدار وهيئة تنسيق قيادة الثورة وهالاخبار، كله ما عم نخالق حدا، نحن مسؤوليتنا برجع بكرر المعرفة، الوضوح في الطرح، وحرية القرار، ويلي بده يجي اهلا وسهلا. المشكلة انه يلي بيتجرأوا على إدارة المرحلة الانتقالية مثل ما عم بقول بما في ذلك الدول الخارجية وحزب الله، مش إنه يا لطيف شو كتار وبدنا نعرب، يا لطيف شو قليل، وين إني عم نركض ليل نهار تنلاقي ناس عندهم الجرأة يحملوا هذا الطرح، هاي هي القصة الحقيقية. خي هيدول الأشخاص الستة الزعمة لنسميهم ميشيل عون، نبيه بري، سعد الحريري، حسن نصر الله، سمير جعجع، ولي الجنبلاط، وما بنسيش حد، هاولني هودي، والله بشر، والله بشر، هاو لا إلي هاولا شياطين، والله بشر، هاو القنين ملبكين محروق دين سلافه عندهم وبالبيت ومع عائلتهم ومع جماعتهم. عن جد بمجرد ما الواحد يتصور انه هودي يا إلهة او بنقي هذا إله والباقيين الشياطين مثل بعضها، شو عم نعمل؟ عم نبطل قادرين نتعامل مع الواقع بكل بساطة. الواحد محقون بيسب ايه بتحصل، مش عم بروح بهالاتجاه. هؤلاء في شيء اضافي، هودي عم بحاول لكم، هودي تفركشوا بانه المكنة تبعيتهم طقت معهم، مبينة كل تصرفاتهم من الخبيط للزعبرة للبكي للتمثيل للي بدكن ياه، خير دليل على الارباك اللي كل واحد منهم عايشه عنده بالبيت،
عندما بيسموه جمعتوه بيقتوه الدية حقيقة. وهودي في عندهم تأييد عند ناس هني أبناء مجتمعنا. وبالتالي لما عم نقول إنه هيدول إضافة لكونهم بغالبيتهم عايشوا الحرب، فيكن تحبون أو ما تحبون، بس مش عم نحمس فريق فوتبول ضد التاني، عم نتعامل مع مجتمعنا. هودي مثلوا الناس بيو خيو مرته ابنه كاني شياني بشر. هودي مرعوبين، هودي لما بدهم يوصلوا قدام انه الخيار يلي بيفضلوه يضلوا يلعبوا لعبتهم اتعطل. لو هيدا بعده شغال بعدهم ماشيين ونحن ما كنا هون. بكل بساطة مش هبط الوعي على الشعب اللبناني، يا ريت هبط قبل ما هبط، هني هبطوا. وبالتالي مسؤوليتنا كتير كبيرة. هودي لو بعدهم قادرين يكملوا كانوا مكملين. وزارة خدمات ووزارة سيادية ومدري شو خطأ حالك من النوع، كانوا بعدهم مكملين وتلزيماته وديوانه كلها هاللعب. هي وقف، شو بقي عندهم اليوم؟ شو بقي عندهم؟ يفتعلوا مشكل أو ينجروا على مشكل من الكبيرون لصغيرهم. نحن شغلتنا نثبت طرح بديل لإلهم، لعيلتهم، لمرتهم وولادهم، للحوسة حولتهم، للمستشارين يلي حاشي ببيض وجه، لأزلامهم يلي هن بالنسبة لإلنا مش أزلام، هن مواطنين ومواطنات، إنه خي في حل بديل لفترة انتقالية 18 شهر. الخيار التاني كتير خطير شباب، كتير وبتعرفوه، زيحوا 18 شهر. هيدا معناته بدهم يجوا يفاوضوا، بدهم يفاوضوا عن جد، مش مين بيمثل الحراك والثورة وما بعرف شو تقحنك ماشي على هذا الموضوع. بدهم يعطوا إشارات، عم بيبعطوا إشارات قد ما بدكن، بس بعد ملوف ايه نحنا نحنا عجزين وتعالوا نفاوض على انتقال سلمي. هون بيصير الحكي الجد، وهيدا ما بيصير مع مندوبي الحراك، لأنه إذا بلشون لمندوبي الحراك فرفطوا القصة، علقت الشباب ببعضها، خلصنا سلطة. معلاش مش ولاد صغار نحنا كمان. كيف بتصير بالعالم كله، كيف بتصير حالات الانتقال الأنظمة، كيف بتصير؟ بغالبية الحالات بتجي بقرارات خارجية أو بحروب بتجتاح وبتثبت. يعني نحن هون في كتير عالم عن قلب طيب إنه هيدي المنطقة الدول أنشئت بسايكس بيكو، شو يعني؟ ما تلات أرباع الدول بالعالم أنشئت من قبل جيوش ربحانية فرضت شروطها، شو يعني؟ لا شرف ولا عيبة هيك. اوكي ماشي، طيب اسمح لي. كيف بتغير الأنظمة؟ بتغير لما بيصير في أزمات، حروب، تفليسات، هيك بتغير، مش بالانتخابات. يعني تداعيات مثلا إذا بتاخدي ألمانيا وصعود النازية والحرب الثانية، هيدي اجت تولدت كسلسلة جاية من حرب يلي وحدت ألمانيا بالقوة 1971، ثم حرب داخلية اجتاحت أوروبا وكسرتها، ثم ردت فعل بالتفليس الكبيرة. هيدي المحطات هي يلي بتحتم على العالم المجتمع إنه يتولى مسؤولية كتير خطيرة بأنه هو يعيد تنظيم علاقات السلطة فيه، مش عليه، لأن السلطة هي علاقات بين الناس، مش في واحد حكمنا وهو ما بيسوى ونحن أوادي، ما نحن طريقة تعاملنا تعطيه الشرعية. طيب. هذا الأمر اليوم صحيح لأول مرة بلبنان عم نواجهه، لا بالعشرينات خاصة بالقصة اجوا الإنجليز والفرنسوية طبخوها وهون غافلين إلك الله، ما حدا يضحك على حدا. لو بقيت الدولة العثمانية كل الشباب يعيش السلطان بلا طفنيص، وبعدين ب43 لأنه الفرنسوية دعوسوا الشباب فزوا عند الإنجليز كمان الناس تحمست، بس هيك كانت البداية. و58 لو ما كان في وعي بوقتها خلى إنه ما ينزل الجيش للحرب الأهلية، وفات بتفاوض جمال عبد الناصر مع ايزنهاور تأجى فؤاد شهاب، كنا فتنا دعوسة، كله هذا صحيح. طيب اليوم المشكلة برجع بقلك نفس الشيء، ما عندنا طرف اليوم. الخارج ماشي اطلع هيدا المنطقة،
طلعوا حواليكم شو في بالمنطقة، طلعوا سياسة ترامب، طلعوا تركيا كيف هاجمة، طلعوا المفاوضة الشرسة الدقيقة يلي جارية بين إيران والولايات المتحدة على كل الساحات. وبالتالي هذا الخارج اليوم يا مش سئلان عنا، يا إذا سئلان تيستخدمنا بشي بازار. وبالتالي بالحالتين مش لأنه أبطال، وجدنا أنفسنا غصب عن رقبتنا قدام هذا التحدي المزدوج، التفليسي والخارج يلي يا متآمر يا مش سئلان، غصب عن رقبتنا مش خيار. مشان هيك اليوم برغم كون المجتمع صار أضعف مما كان، هذا التحدي كتير دقيق وكتير خطير. مش إنه هيك والله اليوم فقنا بدنا دولة مدنية، ما صلنا 60 سنة بنشتغل بهالقصة، ما حدا فرقاني معه، كذابين كلهم يلي بيدعوا الدولة المدنية، ما فزوا ترشحوا على لائحة السلطة، معلش هي هالأسيب هلا رجعوا على الموضة يسوقوا حالهم، ماشي الحال مش قاعدين نحاسب. بس هيدا المجتمع ما فاق لأنه هبط عليه الوحي، هيدا فاق لأنه سقطت منظومة السلطة وبس. طيب عزيزي، أول شيء حزب الله إيه كتير بيهمه يكون عنده صفة رسمية شرعية تيواجه تصنيفه كإرهاب، وبالتالي يكون عنده نواب ووزراء وإلى آخره. بما أني مرأت بهي التجربة إن شاء الله ما تدوقها لأنه كتير مرة، بدي خبرك أنه وزراء حزب الله بالحكومة نعجات بوملحي، ماذا تتذكر مسلسل بوملحي أهلك بيخبروك تخيلك ما بدنا مشكلة والبدك إيه ومنلاقي حل. غاية حزب الله بالحكومة إنه يضل بالحكومة في وحياتك لدرجة ما فيك تتصورها. يعني العناتي اللي بيعملوا مشاكل جوا هني زلم وليد بايك وزلم ميشيل عون وهول بيعملوا مشاكل وعلي حسن خليل حزب الله، وشو بدي اقول لك يعني تلميذ جاردان دانفان، يعني ما فيك تصدق عن جد شيء ما بيتصدق. ليش ما بدنا نفكر ليش لما تولى الحكومة محمد فناش بالحكومة الكهرباء مشي بالخصخصة تيفرجي انه هو منسجم مع الموضة تبع الشرعية العالمية النيوليبرالية، همهم هيك بس تنتفي، هيدا همهم صدقني، هيدا همهم فعليا بالممارسة، ما بيعارضوا شي. خي حزب الله شباب ليش شغلكم حزب الله؟ انه حزب الله كيف ركبت؟ مين اني هاو العالم؟ مين اني هاو العالم؟ هاو بشكل أساسي عالم بالجنوب يلي عيالهم ب82 كبوا رز على الجيش الإسرائيلي، كانت حلقات كتير صغيرة، ركب بذات الوقت بمسيرة الطائف بالأوتيل هونيك مسيرة السلام، ومن جهة تانية انه منخلي خط امداد بركي ما زبطت مسيرة السلام. هي اللي كان عم يلعبها واحد شيطان اسمه حافظ الأسد، هيك ركبي. صار في حروب هون بالزويريب بين أمل وحزب الله، معلش الناس تعرف يلي صار انه من 92 وبالجي ركبت شغلة برضا عام يلي نحن بنرفضها بالأساس، هي خبرية هانوي وهونغ كونغ اللي طلع فيها وليد جنبلاط. مزبوط أخي، كيف هانوي وهونغ كونغ؟ يعني كيف هانوي وهونغ كونغ؟ انه شرعية المقاومة من جهة ومن جهة تانية هون قاعدين مبطوحين، كيف هي؟ تم بناء فصل داخلي مش بس مجتمعي حتى على شرعية العمل السياسي، ركب عند حزب الله انه هو عنده مهمة إلهية. ما كانت هيك، ما هودي بنعرفهم كانوا بغير أحزاب، ما هيدا مجتمعنا. شو عم نحكي لما عم نجي منقول نحن دولة قادرة، قضية إسرائيل لأسبابنا مش مراعاة فيهم، مش هيك، مش هانوي هونغ كونغ، مش بدنا بيروت تصير أوتيل للسواح وتحت ينضربوا ونحن مع المقاومة حفلة كذب، مش أكترية العالم عندها عداء لإسرائيل، مش صحيح، مش اليوم اكتشفها حسن نصر الله، مش صحيح يلي عم بينحكى اليوم جاي من الإرباك. نحن عم نتعامل مع هالأمر بكل المعرفة، بس بدعيكم تفكروا كيف هذا المجتمع تطور لوصل لهون، وكيف بدنا نتعامل معه على حقيقته، مش تفوق وياي وبيخوفه، ما حدا بيخوف حدا. هودي برجع بكرر، هودي لبنانيين ولبنانيات اجاهم دعم من ايران دون شك، مقتنعين لانه تجير الفكر الديني
لتحبيس للذهاب الى القتال، مش هيني تبعتي عالم يقاتلوا عن جد، مش يقعدوا بالمكتب وبيكتبوا نظريات ويطلعوا التلفزيون خبراء استراتيجيين، مش هيني، معلش نعرفها. وانجزوا ما لم تنجزه كل منظومه جيوش العربيه، هودي لبنانيين ولبنانيات، اذا ذكرونا على طول بتيابهم وبشكالهم انه هن شيعة، هي مشكله بالنسبه لالنا، كيف بدنا نحل لهم اياها؟ نحن بدنا ننقذهم من الاسر اللي هن فيه. شو عم نحكي؟ عم نحكي واضح الكلام، مش مزبطها بالبيان الوزاري بتحجم لي وبكعوك ليها وحط فاصله ولا واو العطف، ما عليه في مسؤوليه، وهي عنا المسؤوليه مش عند هوديك. يا خيي لا لا، السلاح القوي اليوم عند حزب الله، بس في الجيش كمان. خلينا نكون كتير واضحين، قصة الجيش كتير دقيقة، قصة الجيش ما نمزح فيها، الجيش هو توازن تم بنائه، الجيش ضامم له مع القوى العسكرية 100-120 ألف شاب، ولما بطلوا يلاقوا الشباب صاروا يفوتوا البنات تيقدروا يعيشوا. الجيش عنده دور مفصلي كتير مهم، مسؤولية حفظ الأمن، مش هو البديل. في يفرط الجيش، في الجيش يفوت بالحرب، مش عم نلعب، ما بدي خوفكم، بس منعرفهم كلهم هاو، منعرف التجارب موديل السيسي وبدري شنني، منعرفهم كلهم هيدول، ما علي، مش ولاد صغار نحنا، انه حزب الله عنده عسكر وهذيك، شو يعني؟ مع مين بدهم يعلقوا؟ يا اخي بيعلقوا بالضيعة، شو عم تحكوا انتو؟طيب هلا، هل هيدا بيعني انه ما في مسألة كتير جدية مرتبطة بوجود حزب هو مقاوم يعني مسلح يلي عنده شرعية كتير كبيرة داخليا واقليميا ودعم خارجي ومقابيله في عداء معلن؟ اكيد بنعرفها، كيف عم نتعامل مع هالمسألة؟ طبعا صرنا حاكيين كتير، بس بكلمتين، اول شيء نحن نرى انه عنا اسباب نحن مقتنعين فيها بالعداء مع اسرائيل، مش مزارع شبعة والبلينة والحجرة والجل ومدري شو، مش هيك، ومش لانه الفلسطينيين دعوسون الاسرائيلية وشحطوهم، لانه اذا الفلسطيني رضيوا شو يعني نحن ما خاصنا، مش هيك؟ بنعرفهم الحجج كله لسبب، فيك تقتنع فيه ولا لا، نحن كحزب مقتنعين فيه، نحن نعتبر انه مجتمعنا نحن هون ما في ينحمي الا بدولة، وهيدي الدولة ما فيها تكون الا دولة مدنية، بإيران فيك تعمل دولة قومية دينية ما مشكلة، تركية فيك تعملها لانه مجتمعنا هيك، نحن مجتمعنا ما في يكون فيها ما في دولة، يا اذا في دولة هي دولة مدنية، الدولة المدنية بدها تكون عندها شرعية كتير قوية، لانك عم بتواجه بالداخل واقع مجتمعي طائفي ومصاري، واكثر من هيك عم بتواجه لزقك دولة دينية عنصرية. هيدي نحن مسألة العداء لإسرائيل تتعلق بشرعية دولتنا مش كرمال حدا، وبالتالي هون لأنه هن قائمين على زعم شرعية كولونيالية دينية، شو هي؟ تعصب موجود عنا كمان، نحن منعالجوا مواطنيننا، هيدي شغلتنا، بس نحن كمان هيدول لأنهم عم بيعملونا بعداء. أي دولة بالمنطقة تقوم انطلاقا من اعتبارات دينية بمواجهة شرعية دولتنا نحولها إلى عدو، مين ما كان، إيران، السعودية، تركيا، عدو عدو فعليا، ما في مزح هون، هيدا يتوقف عليه شرعية الدولة وسلامة المجتمع، هيدا العداء، العداء مش إنه دولة وعدو وجيش مقاومة، هيدا إخراجات، هيدا من المسرحية، هيدا معناته لما بتقول عداء يعني عداء عن جد، يعني جيش مقاتل عن جد، يعني منظمات مسلحة عن جد، مش تفنيس وكل الناس مع المقاومة، لا، لو كل الناس مع المقاومة ما كان في مقاومة، المقاومة حكما هي عمل أقلوي حكما. نحن هيدا الحديث بيعرفوه كتير منيح حزب الله، هيدا الحديث ما بعرف كتير ناس بيطرحوه بهالشكل، نحن هيدا الموقف ما بنهرب منه بكل وضوح، عشان هيك كنت عم بقلكم من شوي لما بدهم يروحوا السفرة بدهم يحكوا مع كل الدول إلا الدول العدوة، انتبه العدو غير الخصم والصديق، مش مفردات هيك طحنك هاو، إلهم تبعات هاو، عرفت كيف؟ تبعات، تلحقني؟ أوكي، نحن البنايات بدها تنبني بغير شكل،
شراية الكهرباء بدها تكون بغير طريقة، أنظمة الاتصالات بدها تكون غير شيء، بده يكون عندنا قدرات استخبارية نحن بقلب الكيان الصهيوني، مش بنقعد مثل مجديب هون. أوكي، وإنه حسن نصر الله مهتم بالقصة، هانوي وهونغ كونغ. معلش نكون كتير واضحين، هل انطلاعا من هون شو ما لبسوا وحكيوا وكذا نحن مش عزوقن، نحن بالنسبة لنا هيدول مواطنون ومواطنة. أوكي، هن شيعة مشكلتهم مش نحن. خبرية أول شيء، ما في السوري والفلسطيني، في فلسطينيين وفلسطينيات وسوريين وسوريات وتقال الدم ومهضومين وكبار وصغار. نحن نتعامل مع البشر كبشر. لنبلش وما في من أي جنسية سريلانكيتكن، معلش هي كلمات ما بتبر، لأنه مش عم زايد بالأخلاق، لأنه شرعية السلطة بدها تقوم على التزام بما يقال. مش كذب هلا كلهم بدهم يعملوا محاربة فساد ودولة مدنية، مش مزح هذا الحكي، هيدا مش تسلية، مش صف حكي. نحن المقيمين على أرضنا بشر بيخضعوا للقوانين ذاتا. مش كلمة هي، انتبهوا، بدكم تعرفوا انه الدول اللي حوالينا من الكيان العنصري هيدا كيان فصل عنصري. الدول او دويلات الخليج كل السكان كعشائر عندهم وظائف رمزية، بينما كل العمال هن اجانب اغراب لا قيمة سياسية او انسانية لهم. لما منقول تأثيرنا في مجتمعات المنطقة، ايه في واقع مجتمعات المنطقة، مش عم نمزح، بدنا نكون عندنا الجرأة نفهم هذا الأمر ونتعامل معه. مش عم نبيع حكي، ما بدنا نصير هيك نحن، هيدي المواجهة الفعلية. فلسطيني، انه هلأ عم نكشف نحن انه نحن كتبنا قال باتفاقية الطائف محل ما عزموا الشباب يقعدوا بالأوتيل انه نحن ضد التوطين انحلت؟ لأنه معلش انه عم نعمل سحر طلاسم يعني؟ رحنا هيك كتبنا ورقة تنرقي مدري مين وزبطت يعني؟ شو هالحكي؟ ما هو بشر موجودين هون، شو عم نحكي؟ شو هالطق الحنك هذا؟ تاني شيء، أنا مع إعطاء حقوق الطبيعية هون، إنما مع منع من إنه يتحولوا إلى طائفة إضافية أو إنه ينخرطوا بشكل يعطي حجة لإسرائيل. معلش بس السوريين بفتكر، ما خليكي معي عم بحكيكي عن الفلسطينيين يا عزيزتي. معلش هلا كل مشكله مش الفلسطينيين، المشكله هن السوريين. بطلت مشكله الفلسطينيين. طب على راس مش قضيه عالميه، صارت قضيه عالميه، ما حدا سئلان يا عزيزتي، ما حدا سئلان. شو بدك بالخبريه؟ ما حدا. بس هلا الخطر هن السوريين الموجود بيناتنا. لحظه، السوريين يلي موجودين بيناتنا هن ناس يلي اصبحوا فعليا اليوم، إذا قلتي أنت بتصوري كشو تصوري شو بيصير فيها، توقف كليا البناء والزراعة وسواقة كاميونات فجأة. بدنا نتعامل مع الواقع. بس السوريين عالم يلي فيه دولة حالتها بالوين اسمها سوريا، مش مثل الفلسطينيين. لما عم بقلك دولة قادرة معناتها هاي الدولة القادرة مش بحب بشار وما بحب بشار، انه انا بحب الشوكولا وما بحب الشوكولا. هاي الدولة القادرة مش بتنقى بنفسها على الكذب، هي بتتعامل مع الواقع. هيدي بتتفاوض مع من يكون في سوريا من موقع اليوم، من موقع اسمح لي ايه ماشي، من موقع متوازن اليوم. لانه مين ما كان بسوريا اليوم بحاجة لمطار بيروت، للبور، للمصارف، للتحويلات اللي عم بيحولوها. هذا التفاوض بحياته لم يحصل، بحياته بعز دين ما كانوا كلهم مبطوحين، وبعز دين يلي صاروا كلهم يقبروني ضد سوريا. هيدا بيعني انه عندك دولة ايه منفاوض مع سوريا على انه ترجع طرابلس هي المرفق الاساسي لحمص وحما؟ طبعا مش انه طرابلس نعمل لها منطقة اقتصادية خاصة تنشغل الكم طرابلس اللي بعدهم هنيك ونحرمهم من الضمان. حديث كتير جدي هيدا، مش معه القرط في شلين. نحن بنتعامل مع الخارج بوصفه خارجا،
ونحن منتدخل بسوريا لأنه مجبورين، لأنه اللي بيصير بسوريا بيأثر علينا، مش منقعد مع وضد وطلع فلان بعلس وهديك قبلان وهديك مش قبلان. هيدا موضوع ما خلطته مع الفلسطينيين، مش عن غشمنة، عن قصد، مش حكي هيك هذا. هلأ السؤال الثالث هو الاتحاد الأوروبي واخبار. يا خي الدول اللي تتعامل مع بعضها على أساس المصالح، منن قديسين هاو، ما حدا قديس، هاو عندهم المصالح هون هني وغيرهم، هاو التفاوض معهم هو تفاوض سياسي على قديش بيأثروا فينا، قديش عندهم مصالح هون، وقديش نحن قادرين نصدهم أو نراعيهم من دون أي تردد. الاتحاد الأوروبي وإيران وأمريكا وروسيا والقرود كلهم، الخارج هو خارج. هيدا معناته انه نحن لما عنا سفرة برا، هودي السفرة مجندين ليخترقوا المنظومات السياسية هنيك. معناته انه المغتربين مش المهم يصوتولنا ونعمل حفلات تبولة، المغتربين بدنا نجند ما امكن منهم تنخترق هذه الساحات من امريكا لايران. هيدا معناته انه هذا الجهاز الدبلوماسي الاستخباري هذا بده يكون جهاز ممسوك بسلطة سياسية لديها شرعية. ما مستعدين نبيع رقبتنا لحدا، مش جمعية خيرية هاو، هودي رعيون للي عنا ياهن هان تيبيعون اخبار. اخبار النفط كيف يابا فجأة صار في عارض وحيد باستدراج عروض يا لطيف، واجتمعوا كلهم عارض وحيد. شو هالخبرية انه ما في فساد هنيك؟ ثلاث ارباع فضايح الفساد يلي بتصير باوروبا كل وحدة قدها على 100 محل، وبتصير مع دول تانية وغالبا بيكون فيها سماسرة لبنانية. شو قديسين هوديكي برا؟ ما حدا يخبرنا فلومة. ثالث شيء الضغوط الخارجية، امن واجه الضغوط الخارجية لحلكن. ليش؟ لانه نحن بلد صغير عارفينا، بس المطامع يلي الدول الخارجية والمصالح يلي عندها إياها ببلد صغير هي صغيرة كمان. يعني أمريكا بهمها أشياء بالصين أكتر ما بهمها أشياء بلبنان أكيد. بالمقابل الصين قدراتها أكبر من قدرات لبنان، وبالتالي بده يكون الشغل الخارجي شغل واعي، مش تبيض وجه ومين تعين بواشنطن ليشم الهواء ومعه جنسية أمريكانية وبعدين يفوت بجرصة. من طلاعا من هون العلاقات مع الخارج قائمة على قدرة الدولة على حشد موارد. الدولة كيف تحشد موارد؟ من شرعيتها بالداخل. شرعيتها بالداخل بدي لكم شيء كتير مهم. ايه في طموح انه شرعية الدولة المدنية بلبنان يكسب تأييد كتير كبير بكل المنطقة، سوريا، بالعراق، بالسعودية، باليمن، بمصر. دولة مدنية بلبنان قائمة على شرعية صريحة معلنة، مش مستعارة من شي ديانة أو من شي قاعدة أمريكية. هيدي بتلاقي تجاوب عند كل هالمجتمعات اللي هي شعوب، هو مش صور، هو عالم. ايه عنا قدرة على التأثير، نحن عنا قدرة من خلال الإعلام طبعا، مش نكون مرتزقة عند هذا أو ذاك من أصحاب المصاري بالمنطقة. نحن أنا لما كنت بوزارة اتصالات فتنا بتفاوض جدي لشراء قمر صناعي من اليونان اللي كانت بحالة إفلاس، تنحنا نهدد بشعاراتنا بقدرتنا بإعلامنا بفكرنا، مش نكون مرتزقة وسعدين يستأجرونا. كل هذه الدول، هاي الدولة بدنا نبنيها، مش شحادين بدنا نكون. هي خبرية كلمة الاستقلال كمان بدنا نعطيها مضمون واقعي، شايف؟ مثل استقلال القضاء واستقلال الدول. إيه كلنا يعني بالواقع معرف انه هذا بلد صغير، شايف؟ طيب عظيم. لما بيكون بلد صغير، لما بيكون بلد صغير هيدا معناته انه قدراته بالنسبة للي أكبر منه صغيرة، إنما أيضا معناته إنه المطامع يلي هيدوليك بيعيروك إياها صغيرة، لأنه اهتماماتهم كمان بغير محل.
بلش خد هيدي فكرك تبي يعني انت قدراتك محدودة. يعني اليوم امريكا بهمة مصالحها بالصين او مقابل الصين شوي اكتر من لبنان مش هيك؟ اذا بدك تقيس القصة بميزان مش مبسط انه قاعدين صف هيك من الطويل للقصير. هي واحدة. اثنين، ضمن هذه الاطر لتقدير معنى النسبة لموازين القوى بدك تشوف كم شغلة منه القليل. اول شيء اللي كنا عم نحكيه من شوي، طيب انت عندك مجموعة عالم بذكرونا عطول انه شيعة بحال نسينا، بس هني اخرتها لبنانيين ولبنانيات بالواقع بمساعدة ايرانية كل شيء بدك بالواقع. هيدول ما هيدي مهنة متطورة العسكر مش خبرية كب حجار، يعني قدروا يفرضوا على اسرائيل انه بدها تعمل حساب لما بدها تفوت لهون. صح لحد هون منيح والله مش قليلة، لكن بيطلع منهم ها. بس الشيعة عندهم هالنبوغ يعني هني خلقوا فيها بالضيعة هيك، لكن في مجال. كمل معي. انت عندك من غير شر بمجال الاعلامي هلا بيعملوا دعايات طعمة بلا طعمة ولا اخره من المؤلفين والمذيعات والمذيعين والممثلات والممثلين والى اخره. اسم الله معبيين كل الشيشات مش هيك؟ طيب هيدي السوفت باور. هيدول لتعرف شغلي انه هذا البلد على علاتهم التلفزيونات وضجتهم قدرتوا على التأثير في المحيط من خلال قدراته الإعلامية والإيديولوجية بتختلف جذريا إذا طلعنا قمر صناعي نحن. مش هيك؟ ما بيعود خاضع أنت لابتزاز، أنت بتبتزك بتبتزه ماشي؟ الحقني أنت إذا كنت جاي تحمل مقولة الدولة المدنية، طيب ما في ناس عايفة تكنة من الحروب الطائفية والسلطات الدينية يلي عم بيتفبرك اليوم بسوريا. فكرة كل السوريين مرتاحين، ما هو بشر كمان. العراق مرتاحين، بالسعودية مرتاحين، بإيران مرتاحين. أنت المثال الوحيد هون. انتبه ها، عندك قدرة، عندك قدرة بالتأثير الفكري، عندك قدرة مخابراتية كمان. بعدين أنت عندك من غير شر منتشرين وين ما كان. أوه حلو كتير هول منتشرين. غير قضية أنه يصوتوا لنا ولما منروح لهونيك نعمل حفلة تبولة. طيب هيدول فيهم يكونوا إطار منظم مخابراتي للتأثير والتفاعل في كل واحد من هول البلدان. شفت هاي كل الموال عم خبرك إيه؟ هيدا كل ياتو اليوم إذا ما اقتنع فيه، ويمكن لا، بس بحال ما اقتنع فيه مستحيل تنفيذه اليوم مع التركيب القائمة. مستحيل، الحقني مستحيل. وبالتالي هي الدولة المدنية اللي حاملة شرعية لها صدى مؤسس بكل هالمنطقة منها الأد ضعيفة أبدا قياسا إلى المصالح يلي الغير عندهم إياها فيها. بس جوابتك بوضوح، لا مش هالأد ضعاف، ليش ضعاف يعني؟ كيف نائب النفس؟ مين قال نحن ما عندنا قدرة التأثير بسوريا؟ مين خبركم الخبرية؟ السوريين اليوم عم يمرقوا بمطار بيروت، اساس تمويل اليوم التموين عم بيصير بسوريا عم بيمر من لبنان غير المهاجرين النازحين اللي بدك اياهم. عظيم. طب ما عندنا قدره اليوم نحن على التفاوض مع مين مكان بسوريا، يعني مثلا تم تعود طرابلس مفصوله عن حمص تنبني نحن علاقات على مستوى التجاره الخارجيه تجاه الخارج حتى لو في عقوبات. هلا بده يصير التفاوض، مش وقت يلي كانوا كل الشباب مبطوحين قدام غازي كنعان ورستم غزالي وهلا ما بقى يحكوا معهم، قال صاروا عناتي. معلش شيء بحكي جد، هذا الحكي.